والجينا قلنا جاب الخير معاه يا محلى موضوع وفي وقت جاء والجينا قلنا جاب الخير معاه يا محلى موضوع وفي وقت جاء فرحنا قلنا باب الحق فتحنا يا مفلحنا من الهم اللي داع ارتحنا ودار الحولة سالحنا شبيك ولبيك نساء شبيك ولبيك نساء منك مفاتيح ما فكيتنش منك يا راجل انت طالع من برات توا يا ضاوي ما تعرفش الطريق قد يا راجل باليز انا استاذ في الطريق لي فترة بدي بنوصل بسرعة انا سريع في السيارات عرفت انت سمعنا شهر مجهول ما يعرفكش حد على الاقل يعرفكش لط مجهول في عينك سمعنا يا سمعنا على سطحة اسمع شلط قوي غير ما يعرف حد ما بعد شيء لعيني الله اللي مشم للناس ونحيي الضغاينهم وبحين جهادي جهادي فقالني تعب تعب نفس نجري علي قولة خلاص وحدي وحدي لو كان ماني هنا رال فيس في الراس ومتقاطعين بحدي بحدي لكن مركب في العقل حساس يشير يوريني مكان سعدي أنا نضرب قماسي ضرب فوق أسديس ونلبس محرمتي ظني هذي لكن عندي اثنين خطية وحدة سلفها سعد عبيس ووحدة مودرها حياة مهدي أنا مش ماشين صلت وعدي صلت وعدي ما تخافش شلط خلك تمسك فرين وادي غيره ما يمسك فرين وشوي يا ولد تبع شوي تخافش شلط سيب الفرين وادي هو مش هبل مش هبل مالي نعطي السيارة عطني كسار في دي عطني كسار في دي خش يا راجل خش لك ساعة قاعد قدام الحوشرة طولوا المناجيه يا بريدة طولوا انتوا يجوا يا راجل انتوا مراهلة جايبين معاهم بقيرة يجيبوا بقيرة والله يجيبوا حتى معاك اللي معاهم المهم يجيبوا لي سيارتي لا السلام ورحمة الله الحمد لله على سلامه الجماعه والله اي جماعه نسيبك والجميع نسيبي من كدو اذا ما عندك شيء علمي مش يا سيدي الدار وحادث لا يا راجل قالوا قصد قدامهم بقرع
يا رجل وين يا بني شويه اخرى شدوا سيارتي دار الحادث في سيارتي اروح حادث في سيارتي حول ولا قوه الا بالله كان كان تشيني معاك نعد نزورهم وكان هذا اللي غالب علي ما عندي فاش نمشي شيل من يا رجل شيلني انا ما عادش قدرت نصبي شيلني 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 يا زلمه نبك شروري دغاتي يا علي يا سيارتي يا علي هو ايش تحس روحك اليوم؟ ما شاء الله ما شاء الله خير من قبل تطلع حتى من بكره انت قيصر زيد وين ولا ثلاث اربع بعد الكتاب يا هذا متعنت عندك 100% مش شيء تطلع حقك فيش تقول انت صبر روحك دكتور قبل جاينا ايش صار فيا دكتور شوفني الله يرحم بيك راه عندي قلبين يا دكتور دي قلبين واحد فوق وواحد الظهر ما شاء الله ما شاء الله اليوم خير من قبل في تحسن ان شاء الله حالي بيي ان شاء الله حالي بيي لو كانت تشقولي طاس الشاي وكعك وغريبه ها ها صبروا في كافي لا لا صبروا في فيلس كافي كان ترى تحكمت في قلبه والله قلبي بيي خليتي قلب على رأسك جي على قصاد الضاوي جت بخدودة خلاص تريحت هو تريحت علي السيارة عوزتني فيها وزدتني فيها ما تنفجعش داد ما تنفجعش علي أنا أموري تمام سليم أنا وشلطت أمومة تمام راح فيها الضاوي جت في خدها مفروض قلنا الحمد لله على سلامت لك إلا ما مضبوط أنا من كلمشي أنا ما كلمش فيك ولا احترم فيك لأنك إنسان كبير في السن ومحترم اسكت خليك ساكت في حالك يا ريتك متت وافتكيت منك ليش بابا كلم انت كلم تحت السيارة بدلت لك فيها راي مش تعجنت هي تعجنت بس أنا بدلت أركب سيارة عجل تبعي وين سيارة العجل حصلوا سيارة عجل في الأخير بكر خير من بلاش دزيت انا في المنطقه مع بقيره دزيت مع بقيره بقيره طلعها عطوا شهاده براءه وشهاده تقدير وحسن سير وسلوك وبطاقه دعوه حتى سيره العشر واحد عطيها البقيره هذا امسك هذا برادك قشر وجهها هذه معاشن حقها في الحوش والسياره اصدق علي عظم بوي وحتى العظم اللي على السرير هذاك ما عادش بيشوفها معاش تجيني يا انور رسول الله بيني وبينك خطا أنك يا ميلاد أقرب ناحيه سهروا في ماضي الأجواد تحل يا رجل أنت والأجواد بتاعك يا رجل مش جيد يا رجل نعرفه في كلام الأجواد فيش تحسنا بني تحس في خدودك هاي بيسا لمي تمشي وتمشي وهي شو صار شني ما صار هو شني ما صار لمي تمشي هي وتمشي يا مسكينة وخلينا نهرج منها الحوش هذا بتصيب اللوم اللي فيه تعذب بالشيطان يا رجل كأنك الحاجة كبيرة اللي صارت يا مسكينة تو شو شني ما صار هو يا مسكينة هيا أنا بيطلعوا من المستشفى بيجوني في الحوش هم أنا الحوش هذا بخليه لهم باللي فيه أوكي وقعد معش قعد فيها وين قعدتوا به؟ وين قعدتوا يا رجل؟ أنت بدنا نعدوا كأنك أنت أرض الله واسعة يا مسكينة أرض الله واسعة والله ما نديرها ولا ما سيب حوشنا ده لا تعبت يا وريدة تعبت يا مسكينة والله تعبت الله شني بدروا لي بس شني بتفلسوا بي أنا الدكان يبي مني فلوس سيارتي كسروا لي التشاركيت المناسبات والأفراح هذه تبي مني فلوس وما زالوا مسكين الكريك وكريك جديد والله الكريك جديد الله ألماني أصلي ومسكينة التشاركية اللي توا يبوا مني فلوس وبطارية السيارة والتستات اللي داس الأمري والدرهن سرقن وباحنا الوسخ خلاص أنا ما عادش نقدر ما عادش أتحمل تعبت وسيب جيراني وسيب الينية وانت انا كنت تحزقني والله ما تأجر لي والله لا ما نديرها
قاعده في حوشي ما نبش. يا شلط ساعات يا سيدي حمد بودردك في مجلة ملغي ملغي؟ ملغي ما صارش منه، لكن عاد حمد سكر راسه وشارك عرفت يا سيدي. قال الليل في عروق الدحن. دحن؟ الدحي مرلات اللي تبيعها اللي تمشي معك قدير انت. خلك معي في شتاو. الليل في عروق الدحي. انا الليل في عروق الدحي ظلام شايل مالك يرفع معك يرفع. طيار عارف هذه القناه هذه عجبت حسن حتحت. حسن حتحت من عجبها بالقناه وطلع تليفونه وحزقها في السيس. الله يديرها البنت. وقال له عبد القادر جانا حيدر جاب لنا صندوق كذا. تقول في شعر والله تدرس والله الخطه اللي في راسك مأثره فيه والله شو نسيت. لا انا الوجيهه جايتني في خدودي. غريبه جايه في الخدود. ايوه شتوات واجد راح بدري اللي مفينا اللي بعاد ما شاء الله. يا راجل في كم شتاوه انقالت في فرح سري. فرح سري لا لكن نعم ما هو منسوع الله يرحمه منسوع منيح تو حتى نبلغوا ميلاد استعدوا للعزاء. يا راجل خوك سحار ساحر اسحور شنو شنو فيه؟ مجنون هذا ما يصير شيء يا راجل ردوا لي الامال من جديد. طرشك 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 يا لوشك طرشك يا حول ولا قوة إلا بالله. عليك بقى تكلم أختينا حتى لما حصلنا براد وفيه مرضى واحد طلع عنا طرشك وواحد طلع عنا مريض وواحد طلع عنا يطير ما داروا لنا فايدة. عليك بقى وخلاص بختينا ها ضبختي من غادي بخوتي. لا حول ولا قوة إلا بالله. منين منين نوض 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 حس قربع برا قربع الخيام بلا بجر الميت يا راجل. من اش عرفني من صبي بهدلك كمان عشان قدرت نصبي ماني من ليش علي ماني من كراهية يا وريد شوفي من انت تعالي قولي لي من عدي يا وريد شوفي من كراهية ما عشان قدرت نصبي ما عديش. اي لا الله ما يرحمك يا ضاوي الله يرحمك. ايش ذي هذا تأبين خويا الشاعر رائع ان شاء الله ابي عليه نصرف عليه. انت انا ما صدق تتاكد من اول يوم مازال الشرقيه ماسكه مني نكريك ومفتاح عشان الموضوع الاولي بتورطني اخرى في هذا. بليز ما تركبش على روحك حصلنا رعايه للتأبين. كيف هذا حصلت رعايه؟ ما حصلش في الرعايه الا التفهيم يا استاذ. حصلنا حتى كنتر العشان ضمن البيت قاعده برا والله. يا جماعه بعد التأبين بنتعشوا سبعة وكنت ثمانية بسم الله. الاخوه الحضور نبدا اليوم اول فقراتنا مع في تأبين الشاعر الكبير المخضرم ضاوي البراد مع الشاعر عادل جبريل. السلام عليكم. بسم الله. عرفناه راجل دونكم ومعاكم
راجل مسقم من ظناه بيتية يكرم الضيف، كان ضيفا جاهم قيس عليه الوالدة مرضية عمرها مشى مشية ومنها جاكم من العالم من كذب الله. لكن والله هذا تقول تقول ايش يا راجل؟ حصلنا منهم ربيع خير من وجوههم. لكن لك صرنا جايين من بدل نحب فيك صعيد ذابل لين بطني روتني من الجوع. هاي هاي سمي بسم الله هاي هاي هاي. وكان كم نزلت من اخباس النية مش هو اللي يفرح عليه بلواكم ومش هو اللي يزمق عليه سونية، ما عمر تعبكم ولا شقاكم ولا عمر كنتوا دار فينا سيا، ما عمر نبشخ شير يوم بلاكم ولا حط نظارات لا تاقية اللي كيف كبراه اليوم ودعاكم الله يرحمه ويغفر لنا جملية رتباكم تنسوه راكم راكم تعيشوا بلا ضاري في بتية. ميلاد تعال 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 كل منهم يا مسكينة عرب مكلبة تدرين تعبين الشاعر واحد مطرشك طالع من برا فيه باب بعد الابال هذا ترى الاخير بك نطلع نحلة متأكد تين تحلم وين برا تبين تعال جارك جارك سعيد عندنا طرشك قلنا انا السيد اللي تبعت له شلطه شلطه كيف طرشك حتى هو هذه رفقة انور هيك فضل ايه حول الله طايح في مصر الدجاج اي هذا حتى في العزاء جايب الدجاج يا بطل زومبي يا رينا شويش وطي صوتك شو ما تقولش في خبزه انت كانك زومبي طبعا واخذ منين انت اليوم كيف فكر الساعه 9 الى 5 بدري كيف فكر مني والله حقيتنيش كيف كسرت سياره سلعومه ودمرت له حياته طعم الحامضه المخمجه بدت ها خمناش بدا معاك شو في ودارك افضل روحك لا غير وين مش تعال تعال كيف ابربك غير اسمع اول جزار لك لو تلقى عجل معلق عرفته نتف عليه هلا هذا ضايع طشك يا عروس طشك يا عروس خذ نسيبك طشك 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 مش نسيبي مش نسيبي يا شلط والله ما هو نسيبي الله يا انت عارفها قصه علاء الدين والمصباح السحري ولا مش عارفها علاء الدين هذا لقى مارد في المصباح السحري انا طلع لي مارد في البراد فهمت هذا مارد في البراد ما هوش نسيبي فهمت يعني مش نسيبي يعني انا والعفريته يعني تقدر تقول عفريت ها؟ يعني مش نسيبك؟ لا والله يعني طلق ما هو نسيبي منين جاني نسيبي؟ طشك 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 ايوه طشك يا اصلا اصلا هو البراد والفحم والوشك كلنا مع بعض العلاقه ببعض يعني طرش قلت هاي جاك ها هاي تفضل اوه صديقي شلط طشك شو؟ حالك داد؟ اي انداد ها ومش درت خلاص تابين الخوك لا مازال الأربعين خيمة هذه دافع حق التاجر اللي عنده 40 يوم 40 70 انا ما عادش نحق لك وجه انا يا رم عاش لبيك خلاص هيا يا جماعه خلاص هيا العزاء فض هيا هيا هي نمو تراتيبكم وحلوا هيا ما هي مش مشكله فض العزاء الله غالب الله غالب بس طلع لي خوتي ما طلع لك حد يا راجل حل امشي يا راجل محل الخوت خوتك وبرادك وحل يا راجل امشي امشي يا راجل امشي داد خطاني يا سيدي خطاني سادني ما مشاني منك يا راجل حل يا راجل امشي داد سامحني كان على السيارة تودي حل يا رجل ما نبيهش يا سيدي حتى السيارة ما عادش نبيها خطاني يا سيدي خلاص سادني يا سيدي هيا يا سيدي انت ما زلت قاعد انت وياه حلوا يا حلوا يا خلينا نشوف حالنا واحوالنا عشان نعيش الصدى النود هذه ها طرشك العيلة وريتها مسكين ها ودر بك بشرتها خلاص تو نعدي نقعد عند شلط صديقي وخلاص لا
اقعد وين ما تقعد يا رجل. شن قلت له انت؟ شن قلت له؟ ما قلت له شيء يا رجل حل. تمام بنقول له، ما نقول له شو. قلت له انك انت بارد، ما انكش نسيبي ولا انك بني ادمك. عقاب مارد تافه حدك تسرق وتجيب دجاج مجمد. حل يا رجل امشي. تحسبني نستعر منها مارد انت ولا؟ عادي قول مارد عادي. عادي مارد خير منكم. تمزاد حياتكم شينا بكل. تمزاد والله ماني معدل. المهم ما تستحق ليش يا اخ سلعومه. والله المنطقه كلها شاهدر بيك الله. اتذكر هناك تنقول لك يا داد. ايه تقول يا بابا. ايه قول يا داد يا بابا. قلت لي حل. تحل يا رجل امشي. لزيتني منك. حل من لفك منك ومن وجهك يا رجل. اوكي تمشي. سلمني يا راك. تمشي والله قسما بالله المنطقه كلها عن شاهدر بيك انا.